المالية في إكويتي جروب سركيس نزال للحديث عن تطورات العملات الأجنبية والأسواق العالمية. أهلا وسهلا بك معنا سركيس. بداية يعني سركيس، أكيد تابعت التصريحات حول الأزمة المتعلقة بأزمة الغذاء والارتفاعات الحاصلة بأسعار الطاقة ومعدلات التضخم المرتفعة. هذه التوقعات واستمرار هذه الأزمة إن صح التعبير، كيف أثرت على أداء أسواق العملات في البداية؟ نهاركم سعيد. بالفعل نحن في أزمة اقتصادية جديدة تذكرني في أزمة الثمانينات القرن الماضي. العديد من الشركات بدأت الآن تحضر نفسها لأزمة اقتصادية قد دخلناها. بالفعل أذكر منها على سبيل المثال الحصر شركة أبل التي أنشأت خدمة جديدة وهي اشتري الآن وادفع لاحقا. إيلون ماسك أيضا أصبح يشير إلى أنه سيخفض 10% من موظفي شركته من أجل مواجهة التداعيات الاقتصادية القادمة. البيانات الاقتصادية التي تصدر تثبت فعليا بأننا دخلنا في أزمة اقتصادية مشابهة للركود التضخمي، وهذا ما سبب توقعات بأن يتوجه الفدرالي الأمريكي برفع متسارع بأسعار الفائدة. وهذا الرفع المتسارع بأسعار الفائدة ربما سيضغط على الاقتصاد الأمريكي، ربما سيدخل الاقتصاد الأمريكي العام المقبل على أبعد تقدير في ركود اقتصادي تضخمي، أي أنه ركود مرافق لارتفاعات كبيرة في الأسعار. الدولار الأمريكي حتى هذه اللحظة يشهد قوة كبيرة مقابل سلة العملات. اليورو عند الدولار وست سنتات، الجنيه عند الدولار وخمسة وعشرين سنت أمريكي، الين الياباني اليوم عند أدنى مستوياته منذ عام 2002، يعني أدنى مستويات للين الياباني منذ أكثر من 20 عاما. الدولار الأمريكي يستفيد من توقعات الأزمة التي بدأ الاقتصاد العالمي يدخلها بالفعل، وأصبحنا نحس فيها من حولنا ارتفاع أسعار الغذاء، ارتفاع أسعار الطاقة، المواد الأساسية، انخفاض أيضا في ربحية الشركات. كل هذا تثبت بأننا دخلنا بالفعل الأزمة وتأثيرها مباشر على أسواق العملات. المستفيد الأول هو الدولار، وقد تستفيد لاحقا بعض عملات الملاذ الآمن كالفرنك السويسري، لكن الين الياباني رغم أنه حاليا عملة ملاذ آمن لكن ينخفض مقابل الدولار بسبب سياسات بنك اليابان المركزي. وهذا هو التأثير الإجمالي على أسواق العملات لهذه الأزمة التي بدأت بالفعل. نعم، يعني بالحديث حول هذه التداعيات الجيوسياسية، الحرب بين روسيا وأوكرانيا ألقت بظلالها أيضا على المنطقة الأوروبية. نلاحظ بأن العديد من البيانات الاقتصادية المخيبة للأمال ظهرت في المنطقة الأوروبية. نتوقع أيضا خلال تعاملات هذا الأسبوع الإنتاج الصناعي، أيضا تجارة الجملة والبيان المرتقب من المركز الأوروبي مع نهاية تعاملات هذا الأسبوع. كيف أثر ذلك على أداء اليورو تحديدا في ظل هذه التوقعات وظل هذه الظروف؟ في الوقت الراهن أو خلال هذا الأسبوع والأسبوع الماضي شهد اليورو حالة من بعض الاستقرار ومحاولات الارتفاع. الآن من المعلوم لدى المتداولين بأن البنك المركزي الأوروبي سيتوجه لرفع الفائدة، لكن ليس يوم غد الخميس، فسوف يخطئ خطأ فادح البنك المركزي الأوروبي لو رفع الفائدة يوم غد. وعلى الأرجح هو لن يخطئ هذا الخطأ، لكنه سيبدأ بالإشارة إلى أنه سيرفع الفائدة ربما مع بداية الربع الثالث من هذه السنة. البنك المركزي الأوروبي يرى بأن اقتصاد منطقة اليورو متأثر بشدة من التوترات الجيوسياسية. العديد من دول الاتحاد الأوروبي وكذلك منطقة اليورو على أعتاب إثبات ركود تضخمي، والآن على البنك المركزي الأوروبي أن يبدأ بالتفكير كيف سيحافظ على سندات الحكومة في الدول الأوروبية، لأن رفع الفائدة قد يسبب بعمليات بيع هائلة جدا على سندات الحكومات في منطقة اليورو. بالتالي يوم غد ربما سنشهد البنك الأوروبي أو البنك المركزي الأوروبي يتطرق لمشكلة أو حلول لمشكلة عمليات البيع التي قد تحصل قبل رفع الفائدة، لكن مع الإشارة لرفع الفائدة. بالتالي سيكون تأثير قرار البنك المركزي الأوروبي يوم غد وتصريحات كريستين لاغارد بعد القرار مهمة جدا على اليورو الذي يبدو ضعيفا بشكل كبير مقابل الدولار على مدى هذه السنة، وقد يبقى ضعيف خلال الفترة المقبلة إلا إذا أثبت البنك المركزي الأوروبي
بأنه سيبدأ بالتسارع برفع الفائدة، وهذا حتى الآن مستبعد. نعم، يعني سركيس، فيما يتعلق باختلاف السياسات المتبعة من البنوك المركزية، يعني أنت تتحدث عن نية للمركز الأوروبي برفع أسعار الفائدة مع بالرغم من التحديات والضغوط التي تواجهها الأسواق. إذا ما تحدثنا عن الين الياباني، المركز الياباني ذهب إلى حالة التيسير الكمي وبقي ضمن مستويات فائدة متدنية، لكن الين تأثر سلبا أيضا في هذا القرار. بالفعل بالنسبة للين الياباني هو متأثر جدا في توجهات بنك اليابان المركزي. بنك اليابان المركزي أشار مرارا وتكرارا بأنه سيبقي على تحفيز الاقتصاد. معدلات التضخم في اليابان ما تزال منخفضة وتسمح لبنك اليابان بالاستمرار في تحفيزه الاقتصادي، خصوصا بعد الضربة التي تلقاها اقتصاد اليابان من التباطؤ الاقتصادي في أكبر شريك تجاري لليابان وهو الصين خلال الربع الأول وأغلب الربع الثاني الجاري من هذه السنة. بالتالي الين الياباني ضعيف جدا مقابل الدولار الأمريكي، وربما أيضا سيستمر بانخفاض لنصل مستويات 134 ين لكل دولار أمريكي واحد. هذا بالتأكيد ضمن فروقات أسعار الفائدة المتوقعة ما بين بنك اليابان المركزي وكذلك الفدرالي الأمريكي. وأيضا نتطرق مرة أخرى للبنك المركزي الأوروبي الذي قد يتأخر وبشكل كبير عن الفدرالي الأمريكي برفعه للفائدة. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا.